ben sağda böyle düşmana saldırabiliyorum. Düşman bana saldıramıyor. Bunlar ne? اتبعوا من لا يسلك لهم اجر وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونها لا تدير بالرحمن يضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون كل شيء هالك الا وجه له الحكم واليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل وصحب كل أجمعين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حقا نوحا للقاصر إلى شيء مسخصتنا الوقان للقاصر يا ربي وخاصة من أذربيجان ülkesinin civarına bak خصوصاً bak bu şehrin civarında olan Evliya İkram ruhuna dedik vasıtayla ve hasaten makamında bulunduğumuz Seyyid Yakup Efendi'nin ruhuna dedik vasıtayla ya Rabbi onların berekatıyla bizleri bereketlendir. Bizim tarafımızdan nacizane bir hediye olarak bu sureyi celileleri onlara ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi. Salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habibullah. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyid el-Evvel ve el-Ahir. Muhammed Rabbil Alemin. El-Fatiha.
Buraya da düşmanın gireceği yoktu herhalde. İşte ben ama. Niye o zaman?